حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة لا يصح، وكذا بلفظ فريضة على كل مسلم لا يصح، ولكن على المرء المسلم أن يأخذ من العلم ما يقام به دينه. مثلا إذا أردت أن أصلي أعرف كيف أصلي، يلزمني أن أعرف كيف أصلي. أردت أن أصوم يلزمني أن أعرف كيف أصوم.